السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبو خالد أخي محمد راح يأخذنا على مساجد مهمة هنا في إسطنبول، راح نزوره واحد واحد. هلا إحنا وصلنا على أول مسجد، شو اسمه؟ سلطان أحمد. بالإنجليزي بيسموه The Blue Mosque، ليش؟ ما بعرف، هل لونه أزرق؟ ما بعرف، يعني المسجد الأزرق، بس اسمه سلطان أحمد. نحن بالساحة لبيته الخارجية. هلا إحنا بالساحة الخارجية للمسجد، شوف قديش في سواح ما شاء الله. ما شاء الله، مسجد كبير جدا وله ساحة كبيرة، والسواح تأتي من كل مكان لزيارة هذا المسجد، حتى لو كانت ليست لزيارة هذا المسجد، لزيارة ساحة هذا المسجد، لأنه الساحة جدا 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 كبيرة. ولكن خلينا ندخل هلأ من هذه البوابة يلي موجودة ها هنا. بسم الله. طبعا يا أصحاب المساجد راح نزورها، أولهم هذا من أقدم المساجد، يعني والله أعلم عمره على ما يزيد عن 1000 سنة. يا الله، شوف البوابة حتى ما شاء الله. على فكرة المساجد أغلبها هنا في تركيا. خلينا نعد أول شيء. حالي أبو خالد، اطلع لفوق. اغلب المساجد هنا في تركيا نفس الديزاين ونفس التصميم، يعني ما بتختلف كثير، ولكن تختلف بالحجم، بالكبر تبعها وبالعمر. ما شاء الله، شوف على المسجد هذا. دخولية المسجد صحيح الباب هنا، ولكن تصف على الدور، يوجد دور مشان تدخل على المسجد. تعال اتفرج. بسم الله ما شاء الله، شوف الناس صايفين على الدور هنا لحتى يدخل على المسجد. طيب هذا للسواح بيصفوا على الدور، بس هلا نحن كمسلمين نحسن ندخل على المسجد مباشرة؟ ما بعرف، بس ما بيسمحوا لنا. مكتوب حاطين لوحة المسجد مغلق للزائرين، ليش؟ الله أعلم. مفتوح للزائرين المسجد من 2:30 صباحا ل 12 وربع، بعد 12 وربع بيسكروه للزوار وبيفتحوه للمصلين عشان الناس تدخل تصلي. الساعة 2 بعد صلاة الظهر بيفتحوه للزوار للساعة 5 إلى ربع، وبعدين بيغلقوه للزوار للسواح، بيفتحوه للناس عشان تدخل تصلي. وبعدين من بعد على 5:45 يفتح للزوار للساعة 6:30، وبعدين يغلق مشان الناس تدخل تصلي على صلاة المغرب. وهكذا، وهذا تنظيم روعة يعتبر. المنظر المسجد من الداخل شفته أنا يعتبر حلو، بس نحن ننتظر إلى صلاة الظهر ومن ثم ندخل على المسجد، وبعدين رح ننطلق على المسجد الثاني ألا وهو آيا صوفيا. تمام. عم يقول لك هلا عم يطالوا المسافرين او الجايين والضيوف، عم يطالبون يجوا وقت الصلاه. عم بحكي هلا بعد وقت الصلاه بيرجع ياخذونا، عم فينا فوتكم هيك. عم يطالبون كل شيء، مو كله طالع هلا من هالباب لوقت اجى وقت الصلاه، يضل 40 دقيقه طلع هلا بعد الصلاه. بعد الصلاه فيهم يرجع يفوتوا. محمد صورنا هنا الاوقات اللي موجوده هنا، تدل ايما تفتح المسجد وايما يغلق. من الساعة 8:30 للساعة 12:15 يفتح للزوار، من بعد 12:15 يفتح للمصلين. هلا الساعة 12:30 يعني فتح للمصلين. عم يصرخ عم يقول فقط للصلاة. تعال. هذه الأغطية للسواح، إذا السواح بدون حجاب. بسم الله، تيجرك اليمين يا معلم. بسم الله ما شاء الله. حاجي حاجي، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، شو هذا؟ بسم الله ما شاء الله. شوف أنا دخلت في حذاء تبعك. شوف على الجمالية، تحفة فنية والله، روعة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لهذا السبب سمي ب The Blue Mosque، يعني الزراء اللي فيه اللون الأزرق، لهذا السبب يسمى المسجد الأزرق. ما شاء الله، شوف الشبابيك لونها الأزرق، الرسمات لونها أزرق.
ما شاء الله ما شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما شاء الله، رأي جميلة وحلوة، بس هذه على أي زمن؟ لا أعلم، والله أعلم. بسم الله ما شاء الله. على فكرة صحيح كل مسجد في تركيا يشبه المسجد الآخر في التصميم، بس الرسومات يلي موجودة في أعلى المسجد، طلع الرسومات فوق، الرسومات اللي موجودة في أعلى المسجد تختلف كليا عن المسجد الآخر أو عن كل مسجد. بالعكس، ما في داعي تزوم يا محمد. على كل حال يا أصدقائي، هذه كانت جولة في مسجد السلطان أحمد، مسجد زبلون موسك. راح نصلي الظهر الآن ونراكم في مسجد آخر بإذن الله. ما دام انت جيت على مسجد السلطان احمد زبلون موسك، فلازم تروح على مسجد ايا صوفيا. تمام، ليش هقول هذا الكلام؟ لانه يبعد دقيقتين من مسجد السلطان احمد، مو دقيقتين يعني دقيقتين يعني دقيقتين. زبلون موسك، مسجد السلطان احمد. لف 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 مسجد آيا صوفيا. خلينا ندخله، ما بين بعضهم. وصلنا لهيك، لهذا السبب بقول إذا جيت على مسجد السلطان أحمد زبلون موسك فيجب عليك أن تأتي إلى آيا صوفيا. بصراحة كانت النية نصلي في مسجد السلطان أحمد زبلون موسك يلي خلفنا، بس ولكن مشان الوقت توضينا هناك وجينا نصلي الظهر هنا. لسه في ربع ساعة لصلاة الظهر، لسه في وقت. كنا واقفين على الطابور مع السياح، ولا واحد جاي عم يمشي من جنب الطابور وعم يصيح يلي بيحب يروح على صلاه تعال من هنا تعال من هنا، فاتحين طريق فاتحين طريق ثاني للصلاه للضحى، سواء صلاه الظهر. ما هو مسجد، السواح بقوا في الطابور واقفين هنا في الطابور، ونحن واقفين جايين لهنا مشان ندخل على بوابات المسجد، يعني فاتحين فقط للمسلمين يصلوا هلا الان. بعد الصلاه بيدخل السواح. بسم الله الله أكبر. آيا صوفيا، مسجد صوفيا الكبير. طبعا في نقطة تفتيش هنا على باب المسجد. لا حتى هنا، لا لا خليها شيلي، حط ضب الكاميرا عشان ما يغلب لك يا لا تحت حط تليفونك خلا حط تليفونك خلا عجب يا ابو خالد من لحي الصف الاول من ورا الصف الاول من ورا هذه كلها بس صلاه الظهر على فكره هذا يعني مو صلاه جمعه او شيء يعني شو اذا بتجي صلاه جمعه الامام هذا مفروض سبحان الله مكان الوضوء هنا يعني في كل مسجد تلاقي نفس مكان الوضوء. هذه الفتوحات الإسلامية ما شاء الله ما شاء الله، هذا أثر من تراث الفتوحات الأبطال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لك البوابة معك وراء عملاقة ما شاء الله. أنا أذكر عند وقت الانتخابات التركية القنوات الإعلامية البريطانية تقول لو خسر رجب طيب أردوغان ماذا سيحصل أو ماذا سنربح نحن، يعني هن الأوروبيين ماذا سيربحون؟ قال أولا كمال كليجدار أغلو وعدهم أنه سيعيد آيا صوفيا للنصارى. كمان كليجدار أغلو وعدهم أنه يعيد هذه الفتوحات الإسلامية للنصارى، وهذا للأسف يلي يحصل في بلادنا.
الحكام الذين يأتون يحكمون بلادنا هم صناعة أوروبية. ليه؟ لأنهم راضوا الغرب، حتى الغرب عينوهم في بلادنا. لو ما تنازلوا وعملوا تنازلات كثيرة الأوروبيين فما كانوا عم يحكمون الآن. وبيجيك واحد أحمق بالأخير وبيقول لك إذا مو عجبك أرجع. طيب نحن مو عجبنا ولا الحكام اللي عنا عجبنا. طيب هني إذا ما بدون يانا لا يدخلوا في شؤوننا الداخلية، نحن ما بندخل في شؤونهم. بسم الله ما شاء الله. مسجد آيا صوفيا العملاق، من المستحيل نلحق الصف الأول. ما شاء الله، شوف على العظمة. ما شاء الله 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 ما شاء الله. طبعا في نقطة مهمة، أن الأوروبيين هذا آيا صوفيا كان لديهم مثل قبلة المسلمين، مكي للمسلمين. يعني كيف يعني كيف مكي للمسلمين؟ ما هي غلاوة مكي بالنسبة للمسلمين؟ هكذا آيا صوفيا للمسيحيين الكاثوليك. أوروبا ليست بكاثوليك، يعني ما بعرف ليش مهتمين بهذا الأمر، خاصة بريطانيا. بريطانيا هي ليست كاثوليك، الكنيسة الإنجليزية أصلاً هم محرفين النصرانية. على كل ما بعرف بس ليش مهتمين بهذا الأمر إذا أصلاً هم ما بتبعوا الكنيسة الكاثوليكية. يا صديقي لازم نزور السلطان أحمد وآيا صوفيا. سلام.